الفوتون أس الخاص بليام سقط في النهر أثناء النزال ضد ديفيد. شعر ديفيد بأسف شديد بهذا الخصوص وأراد البحث عنه، وهناك التقى بالمقنعة لينا. حين عثر ليام على ديفيد كان قرصه الأورنج مكسوراً. في هذه الأثناء أنا تحديت ليو وخاطرت بفرصة المشاركة في المسابقة الدولية. أحرزت تقدماً كبيراً في نمط اللعب 4-0 تحت توجيهات الجدة. ماذا حدث؟ ما الذي أصاب قرص الأورنج الخاص بديفيد؟ من فعل هذا؟ أنا لا أعلم. يرفض ديفيد إخباري بشيء، فقد قال إنه لن يلعب ثانية. ماذا؟ ليام أخبرني بما حدث، أنا أشعر بتوتر كبير. لحظة، ربما غضب منافسه منه وبعدها قام بكسر اليويو. كيف؟ غير ممكن، من هو القادر على هزم اللاعب الوحش؟ نعم صحيح، هذا ما ظننته بداية، لكن كما قال تشارلز لم أسمع بوجود لاعب ماهر كهذا هنا قط. ربما جاءوا للتو. المقنعون؟ العصابة التي قاتلتك وأثارت المشاكل؟ هل هم هنا الآن؟ لا أبدا، لقد وعدوا ديلان بعدم إثارة المشاكل، ليسوا هم. إذن من يكون؟ وماذا أصاب ديفيد يا ترى؟ أوشن؟ كيف حال ديفيد؟ لم أسأل، لا أعلم. اجلس وأخبرني. في الحقيقة يرفض ديفيد رؤيتي، آسف. لا تقلق، علي الذهاب والتحدث إليه، يجب أن أعرف ماذا أصابه. كلم ساندي على الفور واطلب منها إصلاح يويو ديفيد. يجب أن أعرف الحقيقة. لا أستطيع إيجاده، أين يمكن أن يكون؟ هاي المقنعة؟ أنا أتبعك منذ فترة، بالنسبة لعضو في فريق الشعلة انتباهك قليل. إذن أنت فعلت ذلك؟ كنت ستلاحظ ذلك لو كنت أذكى. كيف تجرؤين؟ لما دمرت يويو ديفيد؟ ماذا تريدين؟ أنت الملام على ذلك، فأنا أردت أن ينضم إلى فريق الشعلة. إذن يبدو أنكم مستمرون بتعطيلنا. يبدو أنكم قد نسيتم ما قاله لكم الكابتن. هو لا يمثلني، لستم أقوياء كفاية لتنافسوا في المستوى ذاته. لذا مهما تطلب الأمر سأمنعكم من المشاركة في البطولة. مهما تطلب الأمر سيشارك فريق الشعلة وسنفوز في المسابقة بقوتنا. سأدمركم قبل أن تفعلوا ذلك. ماذا؟ أنت فقط؟ بعدما هزمت اللاعب الوحش هل تظن حقا أن بإمكانك ردعي؟ في هذا الحال هل تقبلين التحدي؟ لما لا، فقد حان الوقت لأريك كم مستواك أقل من مستواي. 3 أيام سنقاتل خلالها. وأنا موافقة. لكن لا تنسى وعدك لي، إن خسرت فلن يشارك فريق الشعلة في البطولة. أنا أعني ما قلته لك تماما، فلنبدأ. الجرس السحري. الطائر المتقد. لم أعرف أن جاكي أحرز هذا التقدم خلال فترة قصيرة. هو مختلف الآن تماماً عما كان عليه حين التقيت به سابقاً. زميل ديلان يستحق أن يفخر بنفسه. يمكن أن أخسر المباراة إن اقترفت خطأً بسيطاً. حتماً هو واثق جداً من الفوز بالمباراة. بما أنه تحدى بنفسه، مهما حدث يجب أن أفوز أنا.
يجب أن أمنعك من المشاركة في البطولة الدولية. بالتأكيد لست واثقا من الفوز، لكن من أجل الجدة سأخوض المباراة. سأخوض مباراة عادلة معك وستعترف بقوتي. ما هذا؟ ما هذه الحركة؟ لم أرها من قبل ولا يمكنني فهم طريقته في الهجوم. كيف له أن يفعل ذلك؟ هل هذا السلاح الذي تحدث عنه جاكي؟ أين تعلم هذه الحركة؟ هذا المحتال، الآن سترى قوتي. خذ. ماذا؟ ليو، لا فائدة من الهجوم العشوائي. لن تهزمني أبدا ما لم تفهم أسلوبي. أيها المحتال، أجد هذه الحركات مألوفة، حتما رأيتها في مكان ما قبلا. تذكرت، هذه طريقة لعب بالأقراص التي تعتمدها جدتي، طريقة اللعب بالأقراص التي علمتني إياها حين كنت صغيرا، علمته إياها أيضا. إن كنت عاجزا عن فهم مبدئها فلن أتمكن من الفوز. يجب علي أن أتذكر. الجرس السحري، أنا أتكل عليك الآن. يمكنني الاستعانة بمهاراتي في لعب الأقراص مع اليويو أيضا. فلنخذ مباراة عادلة إذن. إذن استعد جاكي. مذهل. ماذا؟ هل نسيت كل ما علمتك إياه الجدة؟ ماذا؟ فشلت مجددا. ليو، جدتي، لما لا أستطيع الإمساك بها؟ هل هذا لأنني غبي؟ اهدأ يا صغيري ليو، فشلت لأنك تفكر في النجاح، لكن عليك اللعب بالأقراص بشغف. أعملها كشريك لك، واصغي إليها سيمكنك سماع صوتها، وعندئذ ستعرف ما عليك فعله بشكل تلقائي، وحينها ستنجح بالتأكيد. إذن أنت هو شريكي. فيما يفكر. لا تحاول خوض مباراة معي. تظن أنني سأسامحها حين أتذكر الأيام الخوالي؟ هذا مستحيل. أخبرني، ألا تفهم حقا لما علمتني الجدة كل هذه الحركات؟ هي لا تفعل هذا من أجلها، بل تحاول ردعك عن اقتراف الأخطاء يا ليو. أنا لم أقترف الأخطاء. تستعمل اليويو وسيلة لتثبت أنك أفضل من البقية ولا أحد يضاهيك. ما فعلته إهانة كبيرة لليويو. طلبت مني الجدة القيام بهذا لأنها أرادت أن تذكرك بالحب النقي الذي تكنه للشيء من دون أن تشوبه النوايا السيئة، لأنها تأمل أن ترى قلبك صافيا. أنا لم أخطئ. أنت تعرف ذلك. ما تفعله سوف يبعدك فقط عن اليويو. هل تريد هذا؟ اسكت. ما أفعله لا علاقة له بك. لا تملكان الحق بتعليمي شيئا. ماذا؟ كيف يمكنك قول ذلك؟ أنا حر. تعال معي، سأريك شيئا. هذه. تظن أن جدتك لا تأبه لأمرك فقط لأنها لم تحملك على البقاء آنذاك. لا فكرة لديك عن كم من الرسائل والهدايا التي أرسلتها لوالديك طوال تلك السنين. أفهمت الآن؟ لما لم تخبرني جدتي بشيء عن هذا؟ لأنني لم أرد تشتيت فكرك. أخبرتني والدتك بأنك كنت تبكي كل يوم راغبا في العودة إلى هنا. شعرت بالقلق، لكني لم أستطع الاتصال بك لأن ذلك سيزيد من اشتياقك للوطن.
ثم تأقلمت أخيرا مع المكان، لكنك شعرت بالغضب تجاهي. تقبلت ذلك ما دمت تحظى بحياة جيدة، ثم أصبحت من محبي اليويو. اشتريت يويو وأرسلته لك، وأوصيت والديك بألا يخبراك بأنه مني كي تقبله. سررت جدا من أجلك حين أصبح لديك أحلام كبيرة. أنا كبيرة في السن الآن ولا أعلم كم سأحيا بعد. أتساءل أحيانا إن كنت سأتمكن من رؤيتك تلعب بالأقراص بسعادة مجددا كما كنت تفعل في صغرك، لكن كما يبدو لي الآن هذا الحلم لن يتحقق أبدا يا بني. الآن عرفت كل شيء، أليس لديك ما تقوله؟ مهلا. جاكي. جدتي 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 جدتي. حصريا على ستارديما.com. التقيت بالمقنعة؟ أخبرني، هل تحديتها؟ ليم، لما فعلت ذلك؟ دمرت يويو ديفيد، لا أستطيع الوقوف، مكتوف اليدين. ولكن تلك المقنعة قوية جدا، لقد هزمت ديفيد، وأظن أن علينا وضع خطة قبل أن نتصرف. لا يمكن، من أجل ديفيد والآخرين يجب أن أقاتلها بأسرع ما يمكن وأفوز. ليم محق، بصفتنا لاعبي يويو يجب أن لا نهابهم أبدا. ليم أنا معك. لا تقلق، أنا لاعب خارق عالمي وسأهزم الوحش. خارق؟ ولكن الفوتون أس مفقود الآن، ماذا ستستعمل حين تقاتله؟ سينتورسيس خاصتك. ماذا؟ فوتون أس مفقودة، ولا يستخدم كيلفين النمط 2000. ليم أظن أن كيلفين محق تماما. المقنعة قوية جدا، إن كنت ستقاتلها لن تفوز، الأفضل أن تغادر المكان. أنت لا تثق بي وتظن بأنها سوف تكسر سنتورس إس، صح؟ حسناً. لحظة. أحقاً ستقاتل تلك المقنعة؟ دمرت اليويو الخاصة بك، يجب أن أنتقم. الأمر لا يخصك أبداً، لذا لا تتدخل، هل هذا مفهوم؟ أنت المخطئ هذه المرة. ليم، كما قلت لك لن أعاود لعب اليويو مجدداً، ومهما فعلت لن أنضم لفريقك. هل تظن أنني أفعل هذا لأضمك؟ المقنعون أذوا لاعبين كثيرين في مدن أخرى، بالإضافة إلى أنهم يحطمون اليويو ويحاولون منعنا من المشاركة في البطولة. وإذا فازوا بالبطولة تعجرفهم سوف يزداد كثيرا، وسيتأذى لاعبون أكثر من ذي قبل. لكنها أقوى منك بكثير، افهمني، ستؤذي نفسك إذا نازلتها. لا يهمني، لن أستسلم ولن أتراجع ما دمت أملك فرصة لأهزمهم. إذن أنت تصر على فعل هذا، كلامي لا يهمك؟ لا أستطيع الاستسلام بسهولة. اسمع ليام، خذ سنتورس أس معك الآن، يجب أن تفوز. ثق بي، سأهزمها وأعود، ولن يحدث أي ضرر خلال المنافسة أبداً. ليم، لن تكون مواجهة المقنعة سهلة، لقد تفقدت الوضع. تتقن نمط 5000 وتجيد 1000. لقد هزمت اللاعب الوحش من دون استعمال أقوى حركة، كما أنها عنيفة وخطيرة جداً. هذا كلام غير منطقي، العنيفون لهم نقاط ضعف أيضاً. ما دمت أصيب نقاط ضعفها سأهزمها بكل تأكيد. كيلفين صديقي، هل عرفت نقاط ضعفها؟ لا تملك نقاط ضعف في الوقت الحالي، سرعتها تحول دون رؤيتها بوضوح. ليست لديها نقاط ضعف؟ ماذا سنفعل بهذه الحالة؟ ما نستطيع فعله هو تحسين مهاراتنا يا أصدقاء. كأنك لم تقل شيئا أبدا. لدي خطة. سأعطي ليام تدريبا خاصا من الآن فصاعدا، سأقاتله ليتحسن، وأيضا سيكون أقوى. أجل، بعد التدريب الخاص سوف أهزمها، إنها شريرة وعنيفة. هيا كيلفين، ماذا تنتظر؟ لن أتساهل معك، انظر. حركة نمط 2000، الملتفة أولا.
سأريك. انظر سنتور تشيس. العجلات النارية. حسنا انظر. المقنعة بارعة جدا، إنها أمهر مني بكثير. هاي هيا أيها الوهم. أيها اليويو الأورانج. هاي 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 هاي. سوف أجعلك تندمين، سأريك ما يمكنني فعله. لا يمكنك هزيمتي. هذا سهل، هل هذا أفضل ما لديك؟ أيها اليويو الأورانج، أثني على تلك المتعجرفة. كيف حدث ذلك؟ أنت هو اللاعب الوحش، كم هذا مخيب للآمال، وتسمي نفسك الوحش ولا تمتلك مهارة عالية. يا للعار، أظن أن عليك التوقف عن لعب اليويو، وإلا ستفقد اليويو الآخر أيضا. عليك الاكتفاء بالألعاب البسيطة. كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ ما فعلته بالآخرين حدث معي. أنا لا أستحق أن أكون لاعب يويو أبداً. دمر اليويو الخاص بي. لا يهمني، أعرف فقط بأنه لا أستطيع التراجع ما دمت أملك فرصة لأهزمها. ليام، جدتي كيف تشعرين الآن؟ تحسنت، تقدم بالسن، ولم ألاحظ أنني تناولت طعاما قد انتهت صلاحيته. قال الطبيب إن بإمكانك العودة إلى المنزل، لكن عليك الانتباه لنفسك أكثر. جاكي، أين ليو؟ جدتي، لا أعلم أين ذهب. يبدو لي أنه لم يسامحني بعد. امنحيه بعض الوقت، سيتفهم الأمر. ليو، أهلا بك بني. لقد عدت لأمر معين. وما هو؟ هذا أول قرص لعبت به بصغرك، صحيح؟ في الواقع احتفظت به معي، لم أتوقع أنه ستسنح فرصة لأعاود اللعب به. صغير المتهور، يمكنك اللعب به متى شئت يا ليو. جدتي أنا آسف، أخطأت بحقك، ظننت أنك ستحبينني وتعيدينني إلى المنزل لو أنني هزمت الآخرين.
وحللت في الصدارة، لهذا اجتهدت لكي ألعب اليويو، لكنني كنت مخطئا. فلننسى الماضي ونفكر فقط بما سنفعله في المستقبل. إذن جدتي، عيديني بأن نلعب معا مجددا. حسنا، متى ما شئت. تربحوا ألعاب باور رينجرز ساموراي الرائعة مرة سهلة. تابعوا الحلقات وسجلوا الأرقام اللي حتظهر أثناء الحلقات، وبعدين زوروا الموقع الإلكتروني npc3.net/powerrangers. موقف وحياة قوة في القرار، شكلنا الفريق أكثر من صديق. اليويو في الميدان بدايتنا الآن، خطانا على الطريق. سوف نبني حلما كان كنزا فينا، سنعيشه دوما فالأمل يقوينا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو، في اليويو الفوز غدا جمرا ما خمدا، جمرا ما خمدا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو، اليويو نارا أشعلنا والفوز لنا، ها نحن هنا. بدا في النهار آفاق انتصار، جرأة ثبات موقف حياة قوة في القرار. شكلنا الفريق أكثر من صديق. اليويو في الميدان بدايتنا الآن، خطانا على الطريق. سوف نبني حلما كان كنزا فينا، سنعيشه دوما فالأمل يقوينا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو، في اليويو الفوز غدا جمرا ما خمدا، جمرا ما خمدا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو، اليويو نارا أشعلنا والفوز لنا، ها نحن هنا.